السلام عليكم. نادي الترجي الرياضي التونسي سينطلق في مشواره لبطولة إفريقيا، والانطلاق دي يا إخوان راح يكون في مواجهة فريق صومالي. الصراحة اسمه مرة صعب، ذكير ولا ذكار، المهم حيظهر لك اسمه في الشاشة، حيظهر لك كل شيء. اسمه مرة صعب. الفريق ده راح يكون في الدوري التمهيدي، راح يكون فريق يعني صراحة مش في قيمة الترجي، الفريق مش في قيمة الترجي الرياضي التونسي. فمن المطلوب فوز سهل، يعني فوز يعني رايح جاي بسهولة. فوز ذا يا إخوان، المباراة خلينا نتحدث عليها بعدين. خلينا نتحدث على الترجي الرياضي التونسي اللي سوى حركة حلوة. الترجي الرياضي التونسي خذ حقوق البث حق المباراة وتكلف بالمباراة، يعني بعبارة الترجي الرياضي التونسي عبارة هو المستضيف، يعني الترجي الرياضي التونسي عبارة هو المستضيف مش الفريق أو مو الفريق الصومالي. يا إخوان يعني إحنا نعرف في 25,000 اشتراك لنادي الترجي الرياضي التونسي، أوكي، والترجي الرياضي التونسي يعني صنف يعني المقاعد من 10 دينار، يعني من 3 دولار تقريبا إلى 50 دينار، اللي هي ما تعادل يعني 17 دولار أتوقع. أوكي، فالأسعار كانت حلوة وأسعار التذاكر مرة ممتازة، وتنطلق يعني التذاكر شراؤها من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء. جماهير نادي الترجي التونسي واللي يبغى ياخذ التذاكر ملعب راس اكيد، يعني ما بعرف من وين تنباع بالضبط التذاكر، بس اعرف الاوقات واعرف الاسعار. الاسعار في حق 10 دينار، في حق 25، في حق 35، في حق 50، ففي كل المتناول، في متناول الجميع. ولكن يعني الترجي التونسي اراد وتكلف وسوى كل ذا ليش؟ يبغى يبرهن ويبرر الجمهور انه فريقه مستعد وحاضر لمواجهة أي فريق إفريقي. يعني يا كارتوزو مدرب نادي الترجي الرياضي التونسي، إذا عندك كل الإمكانيات واللعيبة وما بتفوز على فريق زي الفريق أداكير ولا ما بعرف حتى اسمه، ما بعرفه أصلا الفريق ذا الصومالي مع كل احتراماتي، إذا ما بتفوز عليه 3-4 يا إخوان ما ينفع. وانا اتوقع يا اخوان شخصيا الترجي الرياضي التونسي راح يفوز بال3 وبال4، راح يفوز بال3 وبال4، وان شاء الله رايح جاي. احنا يعني مش نقلل من قيمة الفريق، مش نقلل من كذا، لا، في يا اخوان شوية واقعية. فريق في قيمة الترجي الرياضي التونسي يستحيل ومستحيل ينافس فريق زي هذا الفريق يا اخوان، وخاصة في الدوري التمهيدي. كذا ولا كذا بنترشح اوكي، بس لكن لازم نركز والتركيز، وكل مباراة نلعب فيها بكل جدية. يعني مدرب الترجي التونسي كارتوزو اتمنى انه يعرف كيف يتعامل مع مباراة فقط، لان مباراة ايزي وسهلة وكذا، وحنشوف فيها باذن الله سكور. مباراة اخوان ما في اصلا كيف نحلل، ما في منافسة، هذا ليش يعني ما قدرنا نحلل لانه ما في منافسة اصلا، فكيف يعني راح نحلل؟ راح نقول فريق عمق، راح نقول لا فريق ما بعرف انطق اسمه، يعني فريق حتى ما بعرفه، يعني كيف احلل كيف وكيف اتحدث عليه؟ هذا شي اخوان. ف هس يعني بس نكون وصلنا المقطع، والله المقطع انتهى، والله المقطع انتهى، يلا اخرج. السلام عليكم، بيس المكتب، يلا بيس، أمان الله.